اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. أيضا سوق سبسية إلهي إن الذين كوا يشترون إبسنا بعهد الله عهده وإلهي سبحانه وتعالى لقى لي وأه تكاليف الشرعية يحكام الإسلام كدوري ديدا يو إيمانهم داره ويالله كل دارنا يان كو قدنا يان ثمانا قليلا لعير الدنيا دو دنبا قل متاع الدنيا قليل وي الدنيا دو دنبا واسك قليل الدنيا دافسي سنايا دينتي يا دارتي الله ودارنا يان مجلس كو دارنا يان كو الدنيا دافسادا أولئك الله خلاق لهم كوا يجو ملها خير ملها ساس كوف السري إمام البخاري يقول لا خير لا خلاق لهم أي لا خير لهم خير مله عقل كوف السري لا خلاق إلا نصيب ولا حظ نصيب يدف منا ملها كوا يجا ودنيا يهديس قبسطاء خرابة أدي الدنيا ملع الله وكل دارتيس قبسطاء ملع الله ودردريا ودارنايا مخراتي بينا يور بينا يوح بنفسي سنة سوء الدنيا وهرو دين تيسي تكاليف تشرعي ونمرتا يمركا يدردريا ونفسنا يا قالوا أصلا مركا قودي أدك لو قودينا يا لا خلاق الله في الآخرة ولا يكلم ولا عذاب أليم تاس أليم تاس ومركوفة سرعوية أليم عذاب أليم إليين مؤلم حموجية موجع بكسي فسيري مؤلم تلا من الألم إلى لكني ألم وحنون يوجع وهو مؤلم تاسي مركي أليم وفعيل مؤلم ليراده يعكري وهو مؤلم في موضع مفعل على وزن مفعل بكتمت مركي وفعيل بمعنى مفعلة سيد فعيل بمعنى فاعل بمعنى مفعول وجران يا فعيل بمعنى مفعل له جيران وكهذه أليم على وزن فعيل يراد منها لو رجل مؤلم ومفعل أه مركب حكو هو مؤلمك في موضع مفعل وزن كاس مفعلة موضع يسيب تاغن هي وزن كيسو كوئي ماضي انت سوكو هذا حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن أبي وائل شقيق بن سلمة الكوفي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حجر من حرف غفك بارتا بيمين دار بيمين صبر دار حبسيسة صبر وحال يمر هذا على حبس من قتل صبرا أي حبسا غفك حبس بودله يا صبر لي هذا القتل بالصبر مركا من حلف قفك دارتا يمين صبر دار حبسيس قفك حق لا حق زيك حبسيس وقف حوريسي قفك لو كقاضي وح مغراتي اي وح وح يو عدين انا مالها لما دون بايس اوك مركا سوي روح ان كقاضي مالا الى ايبان اكو دارنا يا مركا قفك اصدقى المدعو عليك هدي المدعي وحشيغين اي حورها ليقب عدين ونما هي سنين ومرك وربا قفلة الصالحين يفضاد وحزقية بيبي إيا كالسوري عدين كان مركي اللي يراه ده أولا عدين تيكي مدع عليها إيا وحلو الشيئان يا دين اللي يراه ده دارا ودارا يا كتاب كي بكو دارا أما مدع إلهي بكو دارا مركا يمين تاسا وحال إلى يمين صبرنا قفكي حق لا حق يسيبك حبست ورجك لي إيا ودك لي أوليه مجرت حونك قضاها رمر وضوحه لقاضا يا فيما يظهر للقاضي وحوم مغضى إجراءاتك هي وضضي الله وطلق على بروسيس مغراعيا مدعي له على الربا بينا مدع عريق دي بينا مدعي هو على الربا إنه بارتو هدو بارتو ديدو نكول بالوحو كومي ودي با مدع عريق لو علينا من نكول لما دبا والا هير مركا وحالا معي كرتين مدع عريق اسكا بارتو بينا كو بارتو بينتا وكو بارتي markii qofkii wax sheegay la cadeeyay inuu waayo oo kii wax uu sheegay iska ma dhaarto yamiinu qamus baa leeyahay yamiinu sabrina waa leeyahay
يمين الصبر يمين الغموس لبدا ولي حتى علماء وحي قار كود كتغين كفارة مالها يعني كفارة اليمين قف كاسغه عمدا قدارتي بينتا قدارتي كفارة اليمين حتى ماله تومد ان الله يماضو حق الولاها عريم بيين سكر الله في المهي من حرف يمين صبر دار حبسه إذا حق قف كلا حق إذا كحبس إنك قدارتا ليقتطع إنه قوست بها بهذا اليمين دارتا إنه كقوست سببت ما لمري مسلم قف مسلم حوري يحق إنه كقوست إنه قدارتا لقي الله إلهي ملك ما يوهو عليه غضبان إلهي عريسا إلهي عريسا ملك الماء ما أنت إنك ربي هو عريسا لك الماء وقف نسيب درقوا بعضه إنك قد عوي وعرق قهر أصلا الله عريسيه وقف إنكار كود عذو وقف كاسكا نقول حق دذيت إن بين لغو دارتو عقوبة لازاكا دارميس فأنزل الله تصديق ذلك إلا هو حسود دجيي أرن كاسيودا رمين تهدي أنزل الله إلا هو حسود دجيي سبحانه تصديق ذلك حديث كاسنبي ونشر آيات عجيريسة وإن الذين يشترون كوا قدر بعهد الله عهده إلهي إن تكاليف الشرعية وأمرتنا اللي ما نواهينا اللي قدتكو يا إلهي عهدي يبلل ورب اللي وإيمانهم ناره وذكوة كقدرة يثمنا من قليلا الدنيا يرعو الوتقي أولئك كوة لا خلاق لهم في الآخرة آخرة نصيب كرهين حقين نصيب كيرا يا ربي هو عليه السلام يقول لكم مايان إلى آخر الآية قال فدخل الأشعث بن قيس أبو عبد الله بن مسعود مركو حديث كاس أخر يا أردويسي أشعث بن قيس بن رسول قريب أبو وائل بهذا الكوتا وقال مركزه حجري ما يحدثكم أبو عبد الرحمن وعبد الله بن مسعود محيني الشكي محيني الشري قلنا وحامري كذا وكذا حديث كاسي آيات اسكو قفلا اس حجنا ومشري قال وحجري في أريقب آيات أنزلت مسودكت آيات أنا مسودكت بيه سبب النزول كذبا ولا أريقب كانت لي وحيري صبرت وشري كانت لي بير وحان لها عيل في أرض ابن عم لي نرى المعذر مهي ملكي سأيان عيل كلها ملبا ولهاين عيل واجر عيل كننك الأسكالها قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو حجري ملكي عيل كبار سوق أبصدي كي نوك لها إن عيل كي أنا أسكالي بير عيل كي نوك لها كأن حجري ما عيل كي أنا أسكالي مقصد النبي عليه السلام أشعث لها ذلك وحكيري وحبات شيء غير يسام مدعي لطهاي بيينتك عدين تاذيبا وارد كنت عليك بيينتك عدين وارد كنت أما بيينتك أحضر صح حاضر بيينتك عدين صح حاضر وكين أو مسيمينه هو كود دارنايا أو يمينه أما ساكو دارنايا وحركين كراي فقلت وحانني إذن يحليف هذا ترى هذا النبي الله داره أنا عدين ما هي أنا يسألوا ما يسألوني وحكى لنا قراني أنا يستيق مخلاتي مجرتي هذا دار ترى هذا كم وكو أن دار دنك قرينينه ويحليفه واسك دارا يا رسول رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوحير من حالف على يمين صبر دار غموس بيرانيك كودارت يقتضيع بها إنو دارتا كوغوست مال أمري مسلم قف مسلم حوله إنو صدا كحالا شبا كوغاتا درتت وهو فيها فاجر وصوى بينك الشيئية لقي الله إلهي بلوك الماء وقفك وهو الله عليك وقفك غضبان وعريسا ربه وعريسا بلوك الماء سبحانه وتعالى محكمة دي بوتغي داراني واسك دارت حولي بسيد الله هو حكمي حكم كقادر هو حكمي حارانتا وقادر هو محل على نيس قادر هو حكمي قف بين سيليه وانكات كاري والله يرضي بأي هذلي ومحكمة دي باكو قوليستي واتسوكتا وحد انو حق هذه ينكره هدو حق هذه هنا حلال بيكون غاديك لنا حرام صحتي ورب لو غفر وعرنا يقاضنا حكم القاضي لا يحلل الحرام قاضي بحكم كيسة نزاع يدور دي مرم كيسعي مكربونا يموينة حقيقة ضبطة مئة وضائر كاسو حكو حكم هيا حدثنا علي هو ابن أبي هاشم قال سمع وحوم غلو شيما هشيم بن بشير الواسدي قال أخبر العواب بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن الرجل من يا أقام سلعة بدل عدي سبن استاجية في السوق سوق بدل عدي بسوق انتو تبعي بباه فرتي بنا قصوا بقى سلعة وقت أقام روح على غيرها يعني قام السوق دين ميرا بدل عدي وبنا الله فروي فحلف فيها مكاسة قدرت ولا قرقروا حيا لابتن كورا ما قوي وقدرت وحيي لقد أعضى إنه سوسي بها بذي عذا ما لم يعديه وحونا سوسين أي قدرت سيداتا نغسي بالي أنا والله بقول كسو قريبير أنا والله أنا سيداتا ما بالله بقول بقول جورتا قدرت وحكو خصبايانا مجرتو تجارة يسل عذا قف كان اسكره باع يغربح صور ربو أساران كراها ديونا غرر إيا خيامك لأونا وذنين بركا إنه قدرت ماشا كمجرين ليوقع عينه رداء يودار مايا
فيها دارتاسي أما بدع راسي رجلا من المسلمين كاملة أكل الله دارتاسي دقف المسلم كاملة إلهي بألوين وأوين ملع إلهي إلهي ملع إيسا زوين بملك حرمين يقول دقف المسلم كي دارت وارنتي وكذا يا فنزل الحسودة إن الذين يشترون بعاد الله وأيمان ثمنا قليلا أولئك الله خلاق لهم والسبب نزول لبعضوي هل آيات بعد ذكرت أكثر من حادث أكثر من حادثة وواقعة هل صوب يلا ما صوب كبر مرجعه هل هذا بقصد دكت هل هذا بقصد دكت تاسو عيه هاد عيل تم بلي عيه السوق ولا هذا لا يا تكلم وصوص تحدثنا نصر بن علي بن نصر الجهدمي نصر بن علي بن نصر الجهدمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عبد الملك عن ابن أبي مريكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مريكة أن امرأتين لبها وينا يا كانتا وحيها ينتخرزانك وطلنا يا في بيت قري قديس يي وحكوف الكسميرين خرزيها وحبين يسوها ين أو أي تلا ين أو أي هلا جسنا ين مصفت إيو محوها درنت إيو محوها وحات لنا جامبين إيو وحاسا خرزيها يا لها الله يا في بيت قري قديس أو بس في الحجرة قولات قري كاملة قري وعام حجرنا كخاصا قل قري كاملة أي كجيرانا ما كسر وحقوها على جزرة يرو أي مصفها إيو طبقة إيو وحاسها على جزرة يرو فخرج إحداهما لبدي هواين كهامد كاميرا أم بسوب بودي خرجت إحداهما إحدى المرأتين فخرجت وحاسوب حدي سوب بودي إحداهما مدرد بسوب حدي والحال قد أوفيدا لقريي أوفيدا لقد السيي بأشفى مدع في كفها صعب كذي أيضا صعب كذي قعمت المدع لمدو السي يسوب وده دي ليسه فدعت وحيكو شيئات على أخرى مدى كالي مدى أنا مدع يقول مدى متر تيك الله وحيتي الله يا الله مدع وحكو ترمى يسي أمبا مدى فالرفع إلى ابن عباس عبد الله بن عباس أيا وركي لا يقول بي فقال ابن عباس وحيري قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري لو يعطى الناس ودتك هذه لصين لها بدعواهم بسبب دعواهم سيسمى شيخ شدوا صابته قفوا الموحو شيخ تهدي لصين لها لذهب الدماء قوم ضدني قباتيها وأموالهم يحول هذا والرقبة والكلا افتانسي هايو والاسم صبيدي كرايو والاسكوة الانسان كرا مخناتي بيناني مركا قف با قف كرديك شيخ لها وقف با قف كرا حوليز توسك شيء تقال لها صمو شيء نسي هذه نسكي هذا تاسر وحاكي مانا إسا ظلم برنبا كي مانا ذكروها marka way baydan hadda wax sheegayaysa labadooda bay ahaayeen lama garabay sheegashada waxna wax lagu xukumi mahayye dhagta la waaniyo dhakiruha dhakiruha billahi ilaa ku xasuusiya oo aakhara iyo ciqaabta alle iyo carada alle haday qof been ku been ubato oo qof ay marto oo saax wax ku qaadato ilaa uu xaraysan meelo kulmi halagu wacdiyo aayad iyo nusuusta lala dhaco waqra wa alaa waxad si gaar ah ku dul akhrisaan أيضاً إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانا ثمناً قليلاً أيضاً كذب الأخرياء كوا يشترون إبسنا يا بعهد الله وأيمانا ثمناً أولئك الله خلق الله في الآخرة وحكاهم رأي أو نصيب أو كل الآخرة إن يسجرين فذكروها مركزيها وإن يدي وعديين أولا حسوسيي فاعترف المركزي قيرتوه تري الله يا الله أرغم أمبا أرغم اسمي دي أرغم اسمي دي تري اسمي أنت إمين مدن مكين له وعديين بإسكاء قلبي يباك العي مركزي inu waaniyo oo u yiraado war sida ka jooga war u yiraado inta xunki uuran sida ay uru u bilaabeen waa banaantahay faqaal ibn abbas baa wuxuu yiri qaal nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri al yamiru dartu ala al mudaa alayhi qofka wax lagu sheegaraayo korkiisa yaa dhaarta laga raba waa goorma waakiin sheegaraayo haduu na cadeyn haysanin baa qawlu taala qul ya ahli al kitabi taala ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa allah qul wa hatta nabi muhammad alayhi salatu wasalam يا أهل الكتاب أهل الكتاب يهود النصارى والله تعالوا كارا إلى كلمة كلمة حق أسكو إمامه سواء مسلما بينما أنا وبينكم بحذينا أنا يدينك سيسما مولى خسيسة أو قراء البارت كوك الله عزمتها إيا قراء كلا يحرمين أنجل المولى بحية محيطة كلمة أمد ومن يخلق ومن مسلم ابن آدم كون مسلم محيطة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله أي آياتك هذا يسا ألا نعبد إلا الله إن الله وحانينا من عابدين وتوحيد كوي نفي العبادة عمن سوى الله وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى
إنه إلهي كسو هارينا عن عبادة وحلق السينين إلهي كان يدين عبادة الله قيره وإذا ربنا هنا قرآن كالسلاة وكاله معنى لا إله إلا الله كوي ماذا قل يا أيها الكافرون ما كمين الله عبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما يعبد ولا إله إلا الله وكاله طيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وكلا يدنا كمنه نفي إثبات مركا يدى أسا يا لغه الله يا سواء إن يدى أسا لفظها سواء وقف السيري قصد نحن حاد ما قولنا كل حرين ما بحيسة وحاك وقف السيري نصيفا أما عدل عدالة وما بحيسة ونسي نسا من هو بابا لغا ربائي وتوحيد تقرى وحي كسوها رينا أوديه حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام هشام بن يوسف السنعاني عن معمر بن راشد الأسديحة وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام السنعاني قال أخبرنا معمر وابن راشد عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال وحير حدثني ابن عباس ويور ما قال ابن عباس وحير حدثني أبو سفيان أبو سفيان سخر بن حرب الأموي أي ويور من فيه أفكي سيلا فيه أفكي يعني ستة صور مباشرة تنا وواصل بلعان وتصبو يقول شيء وانا يرى ما كان مغلي قال وحير انطلقت أبو سفيان باشاكينا قصده كشاكينا وانتو رأي إسلامين بيهيت انتو رأي إسلامين كار لما صاروا فتح مكة صارت كي سيديوات موسى إسلام أبو سفيان مركي عرنتا مأي سنة وسنة كي اللي حاد يوحي كدن بي سلحي يشيسكي مركي نبي قاية كفار قريش عمرة الحديبية يشيسكي ونحمر عيهيت مركي إنو قفك قالك وحو حلقي قال لماذا يكجر يؤم بغلي مركو صوى إسلامه وورين كراو على لقاء هذا وعلى لقاء هذا سيدا متك يري صغير في حال صغيره وحو صوى عمباري وحو قدن كراو مركو قان قارو وعلى لقاء هذا كراو مركو حاك الأدوان وقت حالة التحمل هي حالة الأداء لك الأدوانته حالة التحمل هي حالة الأداء حالة التحمل شرط معها إسلامي مضى لكن حالة الأداء مركو قدنا ايه ويوقف مسلمي ايه وإلا وحاويان قال لما مكر صورانا وركيسة فاسق باب اللي يري يعني أحباها كقاذاننا إن جاءكم فاسقون بنبي فتبين عديست اللي يري قال محضو مالي نيسا مركة نعم قال وحولي إن ضرقت وأنت في المدة التي مدجي كانت بيني أنا وبين رسول الله أنا النبي عليه السلام مددي ما بحيسي بيني لو حكا الله يا قريش مكاسا أضيو وها أفقد أكوها الله أنا يا قريشات ومنع يا الرسول عليه السلام يا صحابي ومنع هشيس كأقل لي تمصر إن دقالك اللي جوجيه وإن دقال بعين كفار قريش يا مسلمين يا هشيس بخصاب سنة تمان كي سنة مهر قرين لما صر المكي اللي جوجيه وحبه السمية قريش بلانت بك بحين مكاسا أبدان سنة كي سديدات بمكالق بصدي marka muddo ay yadaa heedo ay heed dhigaysay in la isdhaxmari karo oo reer madiina iyo reer maka ay isdhaxmari karaan dagaalkana wana waxba la isdagaalayn waxba la siyeelayn muddo uu ka faa'iideystay markuu ka yimid markaas oo shaam aaray shaamna markaa waa in madiina la maro madiina la maro way qaala wuxuu yiri qaala wuxuu qaala ibn abbas baa wuxuu yiri qaala abu sufyaan baa wuxuu yiri fadayna ana bi shaam aniga oo shaam jooga marka shaam la yiraahdo balaaran ee hadda magaalooyinka loo qaybiyay Suuriya iyo Urdun iyo Falastiin muxtal wakaas oo idin ayaa shaam la yiraahdaa Ruum ba markaa haysan jirtay oo madaxweynahoodana Hiriqla la dhigi jiray ifja wa hala keenana wa shaam joogna bi kitaab warqad min nabi kasoo fushay alayhi salatu wasalam oo markuu quraash heshiis la galay wuxuu jeesay dadkii kale wixii dagaal ay ka marmi wayeen dagaal buu ku qaray yuhuuddi Khaybar waa ka qabtay sanadka dadaba wixii kale uu gaari wayeen waraaqo u diray iyo risaala iyo tamyiq da'wa بكتاب من النبي كسعطاء يا لكيرين إلهي رقلير كسعطاء من حواري رير روم قال وحير وكانت دحية الكلبي سحبها دحية من خليفة ليرى الكلبي وحوى جاء به كي ورقد كيري وقد الأسال وزو ديبي فدفعه وحوى ديبي إلى عظيم بصرة بصرة ماشا اللي يرى هذا من حواري ملعنك ملحظة كاها أو مبرسة كاها أيها اسكا قرسي ليري أيها هذا اسكو قين دوره من حواري قرسين دوره وحذو قيسا من حواري بصرة فدفعه عظيم بصرة ويوجد بيه ورقد يصور إلى هيرق لا يوجد بيه ورقد النبي صلى الله عليه وسلم ورقد قرن ومر عمله كقرن ورسالة ختم سنة ومهور له وشعب ليسم قال وحير فقال هيرق هيرق وحير هل ها هنا مركو ورقد أركي إن كسعت النبي محمد عليه الصلاة والسلام والرسول ما لا صدر الرسول وعذاي من كاسي وحمر سيعي marka uu dhudum ay faafayntaa ka badan ninkani khalfiyadiisa iyo taariikhdiisa iyo siiradiisa inuu ogaado dhamac wax u faa'iideeya
هنا ماشي عن جور مجال بينا إيريا وذاك بيت المقدس بوي معاي وأنت إسكت دعا الله ما إني منك رأي فارس فارس أنت دعا الله ما إني بكات كهذين ما كاسو شكر لله بيت المقدس هذي أسوى بيت المقدس جورا وقدر أيتميت ما كاسو حجر أنا هنا ماشي عن جور بيت المقدس أحد قف مجورا من قوم من قوم هذا الرجل نك أصله هنا بين ماذا شاكتي قوم كيسية قبيل كيسة رار عربي رار قريشيرة وحنا ماشين جوا بيعوي مع المنوج مجرى الذي يزعم الشجنة من النبي والنبي هاي ها النبي هنيك الشجنة هاي فقالوا أيضا نعمها لمن سفر رار بعمشترى رار قريشيرة جوا قالوا إن فدعوت ولا إيه رجل أبو سفيان في نفر من قريش أنا يكاح رار قريشيرة مش جوا أنا صار روري وحنا وقعوا هرقل فدخلنا على هرقل ما قلي فجلس أنا مع رسول فريسيا بيا يدور تيسة فقالوا حجر أيكم أقرب نصرة كيمان أبو حق النصر كذا على شذا من هذا الرجل إن كان الذي يزعم الشجرة أنه نبي والنبي كأبو فقال أبو سفيان الحوير فقلت وحنا أنا عنيه أنا أبوير معاوية عبد المناف يسويين عبد المناف يسويين نبي عليه السلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف وها أبو سفيان هو عبد المناف كان صار صقرة وما يتم عبد المناف ويا يصقرة يا وصقرة يا ونقرة يا سو أبو سفيان وعبد الشمسي عبد الشمسي عبد الشمسي عبد الشمسي غاسر وين عبد المناف وي مركا وحنا كانت الصدام مصدع عنا غاسر كانت الصدام فقلت وحنا أرى أنا جا أوده فجلس وين مكاسي فريسي ما هو يبغى ارتيزة كوي كلا جدار صفت لي صار حلا حلا صار غا مدعوني بون فديها هي غلاها واجلس وحنا فريسي أنا أصحابي كوحدة يبينا خلفي جلاش يدي فريسي أنا سالس كوب باقن وينا هذا سكواركن يعني جلاش ذاتورته ثم دعا بترجمانه أفعليه وقال عربي يقامي أيو يا روحي إذا أفعلي منكم فقال روحي قل اللهم حد كتير أهلا أيو كوان كالي يا أبو سفيان وإنت كالي إني سألون هذا أبو سفيان وحان ويدين يا عن هذا الرجل من كاسا ورئيسا الذي يزعم الشيطان أنه نبي النبي فإن كان من يهدو بين إيشا فكذبه كوريا بين بشيطان هدو بين إيشا بين بشيطان قال أبو سفيان وحي إذا أيام الله وكو نارتين لولا أن يؤثروا هدار كبقين وريان علي علي يغنى قليار ويقى هذا الكذب بين أبو سفيان بين بوشي إلا يرادون من كاس أي بين بوشي إدهام وور بين أنه وصب حيبتك اللي قارسيه هذا أنا كبقين اللي كذبت بين ما شيء لابير بين ما شيء لابير ما حاسيدي دينام بين شيء من وين أوريه أولي يري بين بوشي وكفر حلمرها تاسع إلى الربتي ثم قال لترجمانه ترجمانك يسيبه حكوين يرقل سله حد ويديس أبو سفيان كيف حسبه فيكم محمد عليه الصلاة والسلام منك أصلا منك رديدنتين أصلا ما بين مين الرسول الله شاكتي حسب كيسية نسب كيسة حليمة ساكية قال وحير قلت وحان هو أصلا في راد حيانا ذو حصب من نصف يشرف صاحبه ويان قوس في عن أو إخيارة أو شرف له أو ونكسن بكبش وهاشمي حقنا وعنبي عليه السلام وعبد المنافي قريشيا قال وحير فهل كان من أبائه ملك أبواشي وح بقرة مجرى بقر ما صامري قال وقلت لا مايا بقر نما القريش ودمر مجرى قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب بينما كنتم مزنجرة هذا قبل أن يقول ما قال أنتم هذا النبي نبي الرسالة ولا شيئا واحد بينك كنت قانون مجرته قلت وحان الله مايا قال أي تبيعه أشراف الناس لك كورة شرفت بدن أما أضياشة إيه مضحظة إيه تجارة إيه لك ذاتك حق ولا قيمة أسبلة كورة مياه رمي الراعة أم ضعفاء مسكوها لليدي ضعفنا كوا بعفده أدوام مضيء فقراء مضيء دتك دتك ما لحظة أين الدنيين كوا ميار رمائي مثل كوا ما لحظة رمائي شرط كوا سكارك قال حقوقه حين بل ضعفهم ضعفاء بر رعدي أدوامه يكون موالدها يكون حليفك عندما كترس كبلا من يكون فقراءها كوا سرني قال وحير يريق يزيدون ما الزيادة دتك الراعي أو ينقصون من سويسية رعدا قال قلت لا ما بل يزيدون وزيادة يعني معروفة بل كوحبا إسلامة زيون وإسلامة أما ما يريس قال حيال يرتدوا مكان مغضا أحد قفوا منهم ذاتك الراعية عن دينه دين تيسي بعد أن يدخل فيه انتو قال يكذب سقطة الله وصلوا أعرار عيو لوحي ميشاسي وأوتوا منك وحي زحوك مجر انتو هلي قف صامق ومجرته قال وحيو قلت لا ما يا قال فهل قاتلتموهم على دلاشين هل قاتلكم مبهن زورت احترام بوها يا هرقلة احترام نبوها يا وأبيا إنه النبي الرسول حق يا إنجيل بكوهيستا كتاب بيس إنجيل بكوهي يا قلبي سر والله تابتي حرم وين بمر وقال إيمانه وبجري الدوارابة وكبر ما كده مميز بقى وقف هل قاتلتموه يمكن ما بعند ناس تير ما لدى عشان من لدى على ما هي وضو الحرية فهل قاتلتموه ما لدى عشان
قال قلت نعم والله دغاله قال فكيف كان قتالكم اياه دغالكي ما لا دغاشنتي لا دغاشين سيده ويا ولادكاده قال قلت وحان تكون الحرب دغالكم وحو نقدا بيننا انغا يو بين واسغا سجار موكيسوي وموكيسي يو ودانا وكلو يصيب منا مره سغا ما اصيب نغات كان ونصيب منه مره انغا كاد كان او اوغ يلدينا انما كان لك كو هذا الله بدر بعد علي دغالكي بدر و دحاي مسلمين تياد كادين dagaalkii wuxuu dhawaa dhacay oo gaalada badar masuuliyiinta kamid ay laayeen ahzaab baa dhacay oo ayada laftirkeeda gaalada ay jabtay xarartay markay yusuu minna wana si marra mala marra saga qaalo wuxuu fahal yaqdiru balan isku ogaa ma ka baxay balanta ma buriya qaalo wuxuu qultu waxaan rabi billaah maya ha somalati sharafta waa waxa adawada ay ku qiraan sharafta iyo karaamada waxa adawada uu ka masbidi waayo ku diidi waayo oo ku qasbay inuu ku qiro قلت الله ما هو اسكعت نبي عليه السلام وفيه يا عاد يسوه فيه يا بلان يسوه فيه اسكعت في السلام السحابين يسعدين بلان قرام او اي عدو بلانو قرام وحبيه جري فو لهم عهدهم نتوكل على الله ونفي لهم عهدهم وليش ما كان لما السحابي اي قرتين وحجة دقاء الله سعوده دقاء الله سعوده لما السحابي اي قرتين وقال سيد وحبيه محمد بوسع تامياه او ما سعوه ما دقاء كسوه قلت ما يمقرين انا نقرين بلان ما قاد نبي قلوا ماذين كو حماية قالت على ما الله ما قبطيه وان كسر فكرنا وحان دوال قلي منه ما قال سوى حيري بلان تولى عطوك الشير ونوه في رينا أننا أنا إلهي بان تلصى رينا هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم سوى ترى أبضنا أباهنا وعيدا أباهنا أيون بلان تولى أفنايا وانا مكي لدى قلمي قلت الله ما يبلانك مبحه ونحن وانا لسه من الحق يسا في هذه المدة هذا المدة ان يسول حقا يهيشيس كان انا قبها يتوانسره يهيشيس كوكرا قراني لا ندري ما يجي ما هو صارع فيها وحو سمعين دونه وأوجيهاي وحسنين دور إنهم بلن تكبح إن حد يسوى أوجيهاي لكن إنت أسوى قشدي أو أسوى ذي أسوى روحي قال روحي والله إذا كنت أرتي ما أمكرني إما سوى من إمان مكامن من كلمة كلمة أدخلوا أنقري فيها كلمة لأسي شيئا حمان أمامك حمان أيو غير هذه إنت وحان كيهن إنت وحان هين إنا بحق شدو ونبا كدرو وإيسو روبويد بلما نبا حيسوى حسنين دور ما أوجن إنت أسوى يمارتي يكون هذا وأبي هاي ما بين بلنتو كبحا وحضر الله لكن انت استثناء سو ليمت قال وحضر فهل قال هذا القول قول كان هل قال من يري هذا القول وركن أحد قف قبل وكوري قف سي كوري وحن كوهض لي وبوانا بين رشاك تريق قريشي من وجرة قلت الله مايا ثم قال لترجماني سؤالها سويدي تبنصف وعشر دلالات من دلالات النبوة نبي عليه الصلاة والسلام معجزات نورها بدك إن الله إيمان كرين دلالات نورها ورها نبي أخلاق دي سوان أكسن يشمائشي سفي عن يأذابتي سوان أكسن ودتك قيمها له أنا يلان كرانو من مجلسة تسيسة دلالة النبوة وتي أي خديجة رضي الله عنه بني شتوكر مركو يري وحن كبقى يعني وحن موت كيدية هيا وتجبرين تكسو دي قرآن وكذي جلتك الله والله لا يخزيك الله إنك لا تصل الرحم دلالات بشكت تصل الرحم وتغرق الضيف وتكسب المعدوم وتعين على موائد الحق ودلالات مركا قال وحكير لدرجماني وحكير قل له وحد كتر رأيني سألتك وحانك ويدي عن حسبه حسب كيسية قبيل كيسية نسب كيسة فيكم لحين ساكية أهو فزعمت وحاشرتي أنه فيكم وحسب من شرف لي قبيل شرف لي ولا يسمع إنه كرش وكذلك الرسل وصوصة وصداس تبعث الله بحية في أحساب قومها قوم كي يكون وقفي عن قوسك وقفي عما الغسو سارا قيمة هي شرفت هي مروانة لقوية قانو هذا هو قرار وضيعة هو سيسال غسو سارا وبل يسي أو الله حقيري أو كل كلام ديدي أو حينها هي الحقيقة كتب لكن مركي قبيل شرف له وقصوا بحو قبيل كارتو ودفاعيا مدى كلاها دي وحيا رب دار وسفاسف الأمور هو سيئة وكوة كلا يكون دالان بس كميكا كرروها ما كرروا تربية في عقصة وكعي وسألتك وحانك ويديي هل كان في آبائه ملك آبواشيس بقرطوية واحد لها أو بقرها ومدحونشك مكون جرا فزعمت وحاشرت الله ميا وح بقرة وقاب ترسلين سجن فقلت وحاني لو كان من آبائه هدي آبواشيس وكجر لها ملك وح بقرة قلت وحاني لها الرجل ومن يظلم الرادين وتحرى عايا ملك آبائي آبواشيس بقرطوية وتحرى عايا وملك قافوفايا يعني سمي لها لكن هذا واحد بقرة وتحرى عايا ونسب كيسا ملجرا على أفكار كل شيء وسألتك وحانك ويدي أنا أتباعه ذاتك الراعة
ضعفاهم كوا ضعفها أم الأشراف من سكوا شرفت له فقلت وحاطر بل ضعفاهم ذلك كوا ضعفها أي الرمي الراعة وهم كوا أشكت أتباع الرسل من قديم الزمان وحديثه وليبدا ذلك ضعفها أي الراعي جرى أنبياء الرمي جرى محاور عراقيلة يوع الله ورتاج مجرته كوا شرفت على ورتاج من سبي إيران وهذه نكاس أي راعة من سبي كتير إسرائيل ما مال بيلاشم مقام بيلاشم ملع بيلاشم كان لكن هذا حق أمه غضو ضعيف كان أمه غضو وحاسو لما رسالة يسوه هروك قلوا حق أمه غضو ما سيورت أمه الله رم هذا حق أمه الراعية كون لكن لما دين تيوب وحق يوب أي روم هي البراعينا حين كان نجي ما باباية هذي مرحنا ما أمه غضو وانا مارت وانا نقب سنايا ساسا إلهيا وهم أتباع الرسل وسألتك وحانك ويدي هل كنتم تتهمونه بالكذب ما كنتم يجرتين بين قبل أن يقول ما قال هذا وحول الشيطان النبي نبي الرسول لما انتوا ركوها لهم انه بيشي لم كنت قانين فزعمت وحاشيت ألا ميا فعرفت وحانقرتي أقلي سفيره رغل عاقلة بها عرفت وحانقرتي أنه لم يكن إنه نقر من هانين صورة قال أنا مهين ليدع الكذب بينه وكلبتها على نازتك ثم يذهب يتواه فيذهب على الله إلهي وينه وكبه نونت وحبيع كرينا نهيما نواريبي انتو دادك ارمو الشيطان بانتا كيلاليو انو الله كبين انتو ايرا الهي باي صادري وحصورة قالوا بانتقا وبيعي كرماه ننكا امركا دود حدينا بالرم لك اياي من باب اولى وحوها الله كشيطان انو الرم ايتهاي سيدا ساجرتوانا سيدا حقيقنا يقبع يوجيهينو محمد الامين بيوبعيه النبي صلى الله عليه وسلم صادق وها انو الرم بليه او صادق يا الرم بليه وكو يقانين امانتو مين باني جرين اي حق اي دينتا اي باني جرين فزعمت ألا وكذلك الإيمان إيمانك واسيرا صو عفوا وسألتك وحانك ويدي هل يرتد مر الدواء من نغضى أحد قف منهم أيها كمدة عن ديني مكلا أبتا بعد أن يدخل فيه انت دينتا قلي كذب سقطة الله سوء عرمي انت دينتا صفة عن قلبي سوء قلي فزعمت وحاشكت أن لا ميا وكذلك الإيمان إيمانك واسيرا صو إلى خالد مركو بها بشاشة القلوب قلبك مركو بذيه سقره نور كيسة افتين كيسة قلبي إيمانك مركو نور كيسة قاره وكمان نقول على قفك قلبي نفتين كيسي نور كيسي مركو قاره وصفي عنه قاله قفك أستغى كمان لابنا يدينتا كمان نقول عليه فمن يريد الله وإن يهديه يشرح صدره للإسلام إسلام كي يدو قلبي يسبع إله أشرحه بشاشة القلوب وقاره كمان لابنا قفك مركو ردابي قالابي وميتك مركو روارين تيسو يقينا قرسي سنين شكي ارتياب كجيري سيدا بعض كوا قالوا لك وساسي هاي الوجه وسألتك وحانك وإذا هل يزيدون ما زيادة بدك الراعة أم ينقصون ما سوى يرانا يعني فزعمت وحاشة أنه مزيدين زيادة يعني وكذلك الإيمان إيمانك وساسة وزيادة مروى بواسيب كر لدك سنة واسيب بمن معايا وحق لي السليمك يا فطرة وفق سويا ووحقفك هدو مارتي إلى إيمان الدونة وكون كراء وكون دي أنسجيرين مرك إيمانك هو بدن على وار الزيادة وحتى حتى يتم أو يتم يتم إلاؤك لما يستر حتى يتم الإيمان إلاؤك لما يستر مو وسألت قل حانك ودي هل قاتلتموا الله دجالتين فزعمت وحاجة أنكم قاتلتمين الله دجال شيئا فتكون الحرب دجالك ويا بينكم يدينك وبينه وبينه سجالا سجال من السجن ولكن ودنت كلا قبل ركنا حول مركز ولا هذا يرانوا مع منكم مرؤذيك ونجار ولاتكم وترارون منه مرة يدينك أدقار إسان وحيي إسان وكذلك الرسول رسول شواسلس تبتلوا على امتحانا ثم تكون لهم العاقبة أنت دمر عيالا يهلم سيمك أكوى الله سعوداء أولا على مرنت ومك يقول إلا أنا أشغريا ونسري إلا أولا على نواركا وبلنت إلا أقال سبحانه وتعالى إلا أصارا مرك لغات كاذنا امتحانك يبتليه اختبارك إلا هو امتحاني بل إلا يكون سبران بالقوة لفيرنا يا مرك كذب لكن عربت الدنباء قوش يا قبضة وحايستان يا قبضة قبضة ودنبايسة أنبيانا وسألتك وحانك ويدي هل يقدر بل لما كبحا فزعمت وحاشك تي ألا يقدر بل لن يكبح انت يرانا ونحق شجري هذا مدى نوضح يساوي وسمينا وحاسي وحبائنا هين بوكال حوك مرسا قاله رغلة ألا يقدر فزعمت وحاشك تي أنه لا يقدر تاسو ما تستاشي تواساس بل لنك أبحاتري وكذلك الرسول لا تقدر رسول شب بل لنك مبحض وسألتك وحانك ويدي هل قال أحد قف ميل هذا القول أراهن أن من ميل رسالة قبل وكو الرئيشك تمجنا فزعمت وحاشك ألا ميا فقلت وحانس إليه لو كان قال هذا القول هذا كان هدوني إلى أحد قبل وكو الرئي قلت وحاني إلى الرجل هو الرجل وانن إن تم كد يرايا بقول قيل في قبله هذا الأفتاد ورتيس الليلي أي كد يرايا ما كان هذا وحو النبي وكو الرئيس جيل
وأسقى أبوه الرئي وحاجه أبوه حاجة لك تبدوي قالوا وحوه ثم قالوا وحوه يربي ما يأمركم هيا بحوين أمرها نقرا كنت أغنتين عيد الله رواهوين لك الشيب ووحد كرد أغلنتين بالشيب محوين أفرها قالوا وحوه قلتوا وحامدي يأمرنا بصلاة صلاة بنا أمرها سيرة بين العبد وربه أنك إله بذوك أن يحل الله بكذا أنت وحوه رد أغلنتين بالشيب صلاة بنا أمرها والزكاة الزكاة وما أمر إنا نفتح نبي ما كان دهيرا دهتك ضعفا ينقل حمى الله آم وحق قارسينا والصلة قرابة حريرين بما أمر يا والعفاف حمى أنت أفيا أدن بإلا وابا ورصده أي ما أمر يا والبحاكا في عم والبحاكا ونكزم أفكي سوكو قريبا وسكو حري قال وحير إياكم ما تقول وحاد شيء سفيه منك أكون شيء حقا هدو حقي وهي فإنه النبي هو النبي تلمانا شيء دلالات كاسي ودلالات النبوة نبي ويان وقد كنت وحانها أعلمه كيود أنه خارج إنه صبح الدوران النبي آخر الزمان أدب يخاتب الأنبياء إنه صبح الدوران وكتبتنا وقرنتها ولمكم مساء أهين أظنه كي أمرنا منكم إذن كان يقول الشيء عرب لأميين إنه كسب به أمرين ولو أني أعلم هذا وكقرد إنه كسب به الدوران بكة المكرمة وكسب به الدوران النبي عليه السلام خاتب الأنبياء ولوكا وكسب به الدوران الرهبان ومنبا يسكو إشار جرتي سلمان الفارسي سيد الله وذا لجة المال الوكيل يجري ما شاسوه جرون دونام عنا وقرر مدينة تقليل هل كيف يقصوا بي مرقا ولما كواذونه منكم ولو أني أعلم هذا نبه أني أخلصوا إنا أنقاري كر إلهي منك أسدان إنا أنقاري كر أمرنا يلا أحببتوا وحان جعلان لها لقاءه لكل الكيس إذن قلنا سيد الرذينا إنتوا إنا لابا شيء وما ولدي من الوصى بحداهيري والوصى صاري يا رب الله هذا إسان ولو كنت أدان هالله عند وقتيس لغسلت عن قدميه بمديه يلوها نردق إلى هذا وان كرامان لها ولا يبلغن وحوقار دون ملكه حكم كيسا ما تحت قدمي يبير هكذا كنت أقنى حكم كيسا وسوقار دون وربيا هنا رسالة عالمية وان قوم يقوس يمياري قبل عن خاص قوة لنا يتاهي رسالة قدما يسيخاتوا الأنبياء نبي الله ختمي عالم كوردن يقار دون ما دام ملك دم ما يوزن جرين عالم كوردن بنبي الله صلى الله عليه وسلم قال وحوه ثم دعا بكتاب الرسول الله كتاب قومك ورئيس أمريي يهدى وحوه الربا إنه بارمان كي زكاد الأخرية كنا حقريه أي الربا دعا بكتاب الرسول الله فقرأه مكاسو كدو الأخرية ذاتك من أحدها هاي ماشا فرديي فإذا فيه وحاكو قرن بسم الله الرحمن الرحيم يكب الله بنبغ وقديسي وكو قرن ذاتك رسائشة إيا وقلها اللي بسم الله الرحمن الرحيم والوقري كلا حتى شعرك شعر كهجاية عيلة وحا كسها بصر مثل علماء كها الله وعمد كاس كاسا بسم الله الرحمن الرحمن بقرين لكن هدو يهي نظمي شعرة وانا اكسن بما لها بسم الله الرحمن الرحيم بنبي كقر عليه الصلاة والسلام وكب الله ذي من محمد الرسول الله وقد وحكس عطاء من محمد الرسول كلاية إلهي رقل يكس عطاء عظيم الروب رير روم ملعوين يدي بقر كوذي سوى ناسم وراها الله نبي عليه السلام إنه من عظيم يهي ورير روم أي وينيين وشرومين أي نبي أقرأ عليه الصلاة والسلام وأنا أسلوب حكيمة والدعوة للرواقف كالدعوة هو ليس ذاتك ملحظة منك ملحظة سيد الله رحل الله إذاك الشعب كسيد الله يسكن بذنها ذاتك العلم جاء الكتاب كسيد الله رحل الله مجوز تدب عابدك سيد الله رحل الله إنك تاتي قومنا على الكتاب فنكون أول ما تدعوهم جهالة الله إلى الله قومنا على الكتاب أو تريسه لم يدمع كوان قريش وكلاية هي الله معاد بن جبل رضي الله عنه وعرضه مركا إلهي رغل عظيم الروم سوى قال أيها دنا عظيم الروم يلي ولكن النبي عليه السلام نون السينين صفاء ونمذنين ملك يبقر ينون بهن لأنه ملكك نبي موكو صباح يكذب لما نوحا خصبا إنه نبي عليه السلام كسا أرسده أو سيب مامولا ننكي ونبي الشقة السيودي ونبا شقة يسأل الروم حلال أي تاي أي حلال تاي عظيم الروم واتهي لكن حقه من هيد وإن أدمان تددك إزته وإن أدماتا أو إسلامك أتصوك أداء إماتا بل سلام على من اتبع الهدى ساسا قال الله سلامي كرا سلام النبات جريع على من كركيز آهاتو اتبع الهدى قفك هنون راعي كركيز سلام آهاتو قال سلام وقل بكرتا أما بعض انت كدب مقدمة كدب فإنما فإني أدعوك وعن كوييرا يهرغ بدعاية الإسلام دعوة الإسلام كان كوييري إنك ملاحظة هدو إسلام شعب كيسي يسكس حرانا يعني. الناس على دين ملوكين بالي لذا ندكو السيد الله ملاحظة وحي قبان مسيين بيسكر راعيا ملاحظة الله رتادي ندكو السيد قدينا يعني. برسال الله بيجي وعلى سكرا صعب من حكوها اللبا قف با الله عيني قف با الله أماني برنا بالعكس يا الله سمين شرق قفك هو أماني يمان تهدنا وعين وعلى سيدي با الله صعبين يا دنا سمرت مركا الناس على دين ملوكي مركا سيدي با الله تاركت قريبا ليني نيو هيرقلا سوى إسلام إسلامنا كمية رياي
أسلم إسلام تسلم ونبتجلي إسلام كوا سيداس ودين السلام نبتجلي على وهلا الدنيا آخرة وأسلم إسلام يوتيك الله إلهي وحكو سيرا يجرك أجرك مرتين لما تجرب وحكو سيرا أهل الكتاب هذا النبي نبي غارو الرمي نبي محمد نور الرمي كفلين ولا يدرب على سيرا فإن توليت هدا جلستات ديدينا إسلامته فإن عدك قرك على وحاهر إثم الأريسين بدك فلا شام وشام أرض أرض المزارع والحدائق وهي وكا شام بيرا يكون بلانت بركة بدك أسكو الرحصان بيرا ليدا إذا دي غير تالين تالين ونكفر سنة دم بي ودي من قرك هذا أيوهانا يا إن عليك إثم الأريسين فاسو نبي على الأريسين الفلاحين بدك بيرا ليدا ويا أهل الكتاب أيضا سراء يا نبي أهل الكتاب وتعالى وكارا يا شهيدك الله كريم أيضا واسلاس إلى كلمة نوما رسوا بيننا وبينكم إذن كي أعمل عن أسلم النهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا توحيد لما أسلم النهي نوما البوى حضر ربنا الله وحيدا شركين كفر هذا إلى قوله شهدوا بأننا مسلمون أبي جي سيدان فلما أبي جي سيدان وحاد بنان كسوارك تان أو عدي ستان أو مرق إلى مقراتيس كما قطان أو مقراتي كما قطان وحاد مقراتي كما قطان بأننا مسلمين مسلمين نهي هنا قرسلين عبادة مجامعية إسقرقرين لكم أجرته هذا يمكن ديدان عمل عن بنانك لتاقن فلما فرق من قراءة الكتاب كتابك أخرين تيسي مركو بلاه رقلة أو قرآن كاسي يهبلك قيمها بلا النبي عليه السلام وأخريي ارتفعت الأصوات عنده بوق باس لك حي قريه بارلمان كان فرديا مدحني سبا فرديا قريه ساري هو الوين بكسو عروريي البابيه كورونا ما ينهي بساري وحوية هلا حلو يهبلوا ومحاولوا دعانا وركي إلا قالوا وايو يا عرنا السوق يا بلان قليل منه بس كلام يصير يا فهمني غفور صاروا يري أستاذنا ما كرة الشبكة أيوه قري وغير هذي أمر إلا يا كعضونا يا سميان يا ماشا اللي بود دي رمن ما يلبو قري كاكو الرئيسة مرقا هذا الذي يسي وحاكا من الإسلامين حتى هو بندق وغير هذا الإسلام تان ورجي ولا إنسان إنسان هذا الخصاص على ويان مرقا ارتفعت الأصوات عنده وعلى بوقي وكثر اللغط اللغط لغط كي يهون كي بابطي وامر وحال امر بناء مجي قريشتها ان ربحي فاخرجنا وانا نصاري ها ان ربحي الامر وانا ربحي معي دولتي وراح ماشي هذا اسكو دحسن ان سرتي يا حالتي هوس خاص دولتي وها يحكوا وغادان يا لديديه بحي يا ابن كذا جنبي انا دافيه قال فقلت وحامل بي الى اصحابي مكان بحري حين خرجنا مكان بحنا وحامل لقد امر واحد ويست امر ابن ابي كبشه الى ابي كبشه امر كيس ولا واحد ويست ما بيوصى كله عليه الصلاه والسلام وبعض الأجداد أيه يديس أيه ينكس أيه لا يري كبش راسي أما ما هو كل مجيء إنه يخاف وحبك بقايا مر مريكو بن الأسفر نمانك ريب بن الأسفر غير روم يورب كها نمانك بقر كودي أبوه بن نار بك بقايا أو ماشان فدي وقصان دورا فما زلت كما زورين بره أبو سفيان موقنا إلى يقين صنعي بأمر الرسول الله نبي الأمر كيس عليه السلام أنه سيظهر إنه قال مقام دورانه إنا يقين سنة كمزون حتى أدخل الله عليه الإسلام إلى إله إسلام كي يسوق قريه سنة كي سيدي فتح مكة أيها اللقب تأسوا وارديا ومنا وريغي وإسلام قال الزوري وحوين فدعا هيرغلو هيرغلو وحوين ياري علماء الرب علماء الرب ياري ما لحد يرغل الرب ياري فجمعهم في دار الله دار وين أولها بكسوا قري فقال وحوين يا معشر الرب رر ما لحد يرغلو هل لكم مرتان في الفلاح الليبان والرشد هانون آخرة أبد ولهم إن الولي الليبان إيه وناك إيه رشدك إيه لنك وناك سنة كوها أكو تقناتان مربتان وأن يثبتين سبنا هذا لكم إذك ملككم أن يثبتين سبنا هذا لكم إذك ملككم ملك إليني بغرطيين إن سبناته مربتان وابي هذا النبي الرومي إن أحبال أبدلين إسلام كما شاءوا داري ذاتك ملح لكاها ذاتك مامل كهيستي ذاتك أضياشا كاها ذاتك شرفتا كاها شرف ما لو سيكورين مليانه لما مرشين مايو مركا هنا ما أنت سيلاتيين كسو عطانا ووناك سنتان مرتان قال هاري دي مركا زاوي هو ننقى الرع ننقى الله الرمي محمد عليه السلام زمرت وإسلامي قال فحاسو مركا سيد دين حيثة حمر الوحش دين يرفروا سيدو ديناو كالي دين إلى الأبواب البابي لأو دين إن البنان كأعلان مظاهران بالربان أو الرذان فوجدوها البابية وحيرين غادوا غلقة بالحرحري البابية لو نقفوي وكي يبعي أكي يبعي قالوا حين علي بهم إيسو علي ورسو مغر ورسو مغر ورسو علي بل فدعا به وأيري وأيري فقالوا حين إنما أنا إنما اختبرت
وحان امتحانا وشدتكم أذيقين على دينكم أذكوا أذبتهم بان امتحانا إن دينتهم كفر أذبتهم إيئين مارتي إننا نبدو في سنكرة أيان امتحانا يقاري فقد رأيتم وحامر كي منكم حقين الذي وحي أحببتوا عن شعراء وكفرات كان شهد دينته فسجدون له مكاسين تئس وجودين يوردوا عنه كره ذي النقضين ويسامحين وصلى الحرين مركا دبوا الردوا بالعياذ بالله وحاوليان حكمك أيا أدي ذي حكمك شعال كيسة حكم شعال يوم نحن ما شعالك وحد بلان ويان وكنا فينا وحقي وكنا فينا وذكيس يكنا فين مرة المناسبة ينبو حكمك كفريزين طبعا المناسبة ينبو صاحب كاقات بيجي وحا المناسبة ينبو كايرسين وكاكينسين وحا نجرون هذا الرمى إسلام بالأفريكا قبل الله حكم واحد بلوي بعد قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بر يا خير يا سما فرج جنة لو قالوا ما يريسان حتى تنفقوا الى كم حسان مما تحبون وحجعش هنا حورا وحكملا الى قوله بيعرين حدثنا اسماعيل ابن ابي ويس قال حدثني مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك بن مغلي وفيركيس ويانه عبد الله بن ابي طلحه سي يا دلى اسحاق رضي الله عنه يقول النبي انس كان ابو طلحه هو اكثر الانصار اكثر انصاري قف غير انصاري مدك اوغو بدن بالمدينه مغالده مدينه كلا لا هدلايو نقلا حق بيرها تمرتا نكا او تمر بدن بوا مدينه وكان احب امواله بيري ساس تمرتا انا وحو جلا الى حقيس بيروخو بير بيروخو ليرادو يو اد او جلا وحو اسكو درستاي اني دوود هاد ميل فبينه كولين بيما انا ايلهي وكان النبي عليه الصلاه والسلام ودخ غلغلو بركاي وكان مستقبله للمسجد مساجد النبي قابشنه كوسو جيده بلال بك جرتي ايلا مساجد كوسو جيده وكان الرسول الله النبي عليه السلام وحوها يدخل ياكي غلا ويشرب عبا من ماء بي فيها طيب بيما عام اي كعب جرو دخله دردره كو يالا فلما انزل مكي لسود جي لان تنانوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وعجعشي مراد كبخيسا وح كميره بر ما غاريسان واد نفتينا اد كلا دغاشان وحا او جعشينا ماله خولها جعشها خولها قفي بنامك قلبيسه كجرا او دلو جعليه تحبون المال حبا جنه marka ina xoolina jacleysan jacleeyeen aad wax ka bixisan mooyeen bir iyo khayr iyo samafal magaraysan way in saasa soo dagtay qaala marka qaama abu balha istaagideena faqala wuxuu riya rasuulallah inna allah yaqul ilahu wuxuu leeyahay lan tanalu bir bir magaraysan hatta tunfiqu mimma tuhibbun ayada anaga nara hadlaysa dad kale kama hadlayso way ma haba amwali xoolayna waxaan u jacelay walaalaya beeruxo beertaas beeruxo la yiraado way ma sadaqatu sadaqa wa lillahi la dirtiyo u bixiyay arju birraha وحي بر يا خير يا سمفل يا أجر يا لغيري يا ذخرها كيتك وحي يقول الله ليك عند الله إلى اكتسا كسوايا كيتك يا خير كيدا إلى اكتسا أيام بكتي إلى اكتسا كرجنا يا فضحها بك يا رسول الله رسول الله حيث أراك الله ماشي إلهي كتسو نبي الله ده شبير إلا نقفك على يا صدقه يسا يا حوليه يسا إنه بحصل إنه الربا جدك أغفي عنا إلى القرنين هذو ما كدت كي العلم جا ويراه ده ما شيء نلتها كوب حية بلا تمرة ومر في الله مريه أو أنا أجزم أو ما شيء واحد يربنا نبي عليه السلام بيكون يري مركب ما شيء دوارة نبي الله وكاس بارتي كوب قال الرسول صلى الله عليه وسلم يري بخن وكلمة تعجب يمرك قفك وحويه وأنا أجزم الله ماذا الله ماذا وذلك مال وحور رايحهم 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 أوتري ذهب ربحه وفائدته وثوابه أجره لك أذي أكوها المريوي مال رايح حوالات تبيوي ثوابه أجر كيسيبه كوته عند الله ذلك مال رايح وي وقد سمعت وحانسا مغري ما قلت وحاطري وان مغري بارتي إنا بحيسي أمير يوسى ورجيسي إنا نمي أنكو وبحي مال ورسن وإني أرى وحان أوركا أن تجعل أهلانكو كسو عليه إنا كن بحيسو في الأغربين قرابة فتكو ودو إيه قرابة هذا كن بحيس كن بحسبه النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة إن القرابة والسيسة صدقة إلا أجر بات كيريسة صلة الرحم يا قرابة حيرنا يكون نقل صدقة المسلم كستات كيري لنجر ويكون نقل قال أبو بلح وحير أفعال يا رسول الله وآيه وانكاي يري فقسمها أبو بلح وحيوقي بي فيها أقارب قرابة يسي أبي ابن كعب يحصان وفاب باكملة وبني عمي ما يرتس قال عبد الله بن يوسف الرائع من عباده حيث ذلك مال رابح بالباء ربحي من الربح مال ربحي تجارة لن تبوروي ربح يفايدات كل شيء حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مال رايح لبضع على فضع رسكوها لبضعنا معنى صحة كفر ديان حدثنا محمد بن عبد الله الأنساري قال حدثني أبي أباهصنا
وعبد الله بن المثنى، عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس، سلسلة ضمبة وحويان مسلسل على آل أنس ذرية أنس وسلالته، أنس سلالته ذاتك قلوي أنس بكوا أبتر سذين محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن غن أبي مكور عبد الله بن المثنى عن ثمامة، ثمامة هاسنة وثمامة بن عبد الله بن أنس وي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك حويري فجعلها أبو ضلحة حوله بيرتسي لحسان، حسان بن ثابت وأبي أبي بن كعبسي، وأنا أقرب إليه لا يقدوا ولم يجعل لي منها شيء محمد مصين قرب له شيء يا قرب في النسب معها ربيبها هو يجيب قبيه مصرينا حق دواشا حق سكاها بلا إياه حق النسب كان وحن صمر هذا كور في كتاب الوصايا إن سواء إليه يقدوا أقرب الناس إلينا هاين أبو بأمك إلينا هذا حسان أبي يقدوا هاين الرواية الأولى أنا وقده وحقد مجاورة قولي جسي بكل مليئي قرابة ويهين رواية ديس بوا قرابة نصبهان قوسهان خزرجيين مثل يهين بن النجار مالك حقا سكاها بلا لنا سكاها بلا يا لنا سكاها بلا يا لكن دواشاها نصب كونا وقده كونا وقده وعود أرس أسيوا يي أرس وها الربيب نفقد يسي مسروف كيسا من بعض ضلح سارية قولي جسي بكل مليئي مالك قرابة ويكالا إقعان في سينا قارم رواية وقارسيو باب قوله تعالى بقوله تعالى قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وحاد قلت إلى هذا نوم محمد وابن من كان رأي يهوديت توراة دي هي وحي تحريفين التوراة أو التوراة مليونة وحوريك عن تيكوة تانا مدرسوين كوة أخريان يلا كبه الشيء يانا وحاد إلى فاتوا بالتوراة كان توراة فاتلوها أخرية إن كنتم صادقين وحاد شيء يسان الذين آية الرجم كمجر توراة هذا تروي الشيء يسان كلام إيا للتوراة كان فبدأ المقبطي حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو نمرة واسمه أنس ابن عياض، أنس ابن عياض الليثي، أنس ابن عياض الليثي أبو ممرة قال وحيل حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود غير يهودات جاءوا وحيوه ما ذا إلى النبي النبي عليه السلام وحيوه ما ذا كان برجل من منهم غير يهود كمدة وامرأة هوالي منهم كمدة من يما غير يهودات وقد زلها سكزينيستي يسوع قبتين نبي أكينن عليه الصلاة والسلام وأجرين النبي الرسول حقه توراد حقوق رم بلح إنه قدره بل نبي كان قال كي يمد وعن نبي أن أجينا إدهن إن وحكف ضد شرع عيسى أي كدر تعب بيع كرته هذا وحمينا إلهي والنبي قال إذا حكومة أن أنا أساك قب حسنة فقال لهم ما كاسا مرد وكيري وياشي علماء إلى وضع كيف تفعلون ما حد قصة بيسا بمن زرى منكم قف كي ذيك أنا جمد هذا الزنايستا ما حد قصة بيسا قالوا عبا أن حميمهما وجهان أمه بينا حميم حمى وحوى وحمدوي وحمدوي قليل مذوبا مرنا وجه عمر مرنا ونضربهما وانا كركرعنا قل أولي يا رب صابر بفنا وهو ما كمية مية الله فقال وحوي للنبي عليه السلام لا تجدون في التوراة الرجم وتوراة كمية ليسان وكما قل رمي الذين الرجم بلع إن قدر لما قف أو زنيستي أو نكاح هررتي بلع إن قدر توراة كما قل رمي الذين فقالوا حيبا لا نجد كما هل إن فيها توراة شيء وح رجم يراح قدر لي راضو كما قل توراة فقال له عبد الله بن السلام عبد الله بن السلام الإسرائيلي رضي الله عنه يهود بن حارث بوها أو مسلم صحابه الجليل توراة نكور كاهية يقانه أيها الكم فردو نبي قرب تابن عليه السلام وحولي لكذبتم بامبا شيكتان يهودي فاتوا كان بالتوراة توراة كان فتلوها أخية إن كنتم صادقين هذا هو شيء إسان هذا كذا دكتيبة فوضع وحودة شيء مدراسها كي مدرسة وآخر جري إما علمك هوها مقرك وآخرين أيبو بنك شوية فوضع مدراسها مدرس كي وحو آخر جري الذي يدرسها هو آخر جري أو من يهود كاملة كفى وصعب كي سي وحودة شيء على الآية الرجمي آية الرجمي أو توراة كتالة يصدق عنده صارك مقاسوف هذا فقه وحودة قلي يقرؤون واخرين ما دون وحي كسوك ما دون يدي قعنتي زمان كسوك يا وما وراها بنك هوري انو اسكتوا رغويو بلاوي او ورا يقرؤون واخرين ايات الرجم ايات الرجم صعب قايا فنزع يده نزع عبد الله بن سلام بن قنيسة نزع عبد الله بن سلام بسيري يدعو نينكي مدرسك المعلمك مدرسك عبد الله بن الصوري الاعمى الديشري الاعور اي الديشري قعنتي سيبو كقاري على ايات الرجم ايدو قعنت كو هيي يكساق عنده وقاضي فقال وحير ما هذه معيتها ماشي عنده كويس مدى معيت ايوه افتينه يسبع مجيزة ايسبه دي فلما رأوا ذلك ملك الاركان قالوا عيبا هي آية الرجم وارنتي آية الرجم وي
aw ku qoran tahay faamara bihima markaas uu ninkii naagtii sinaystay wuxuu amray nabiga in dhagax lagu dilo farujina dhagax baa lagu dilay qariiban meel u dhow min xayfu mawdu'il janaayisi janaayista meesha lagu tukado cindal masjidi masjidka nabiga calayhi salaam banaankiisa yaa janaasada lagu tukan jiray gudihiisana way dhacday banay bayda laakiin lagu tukaday ayadana waa dhici kartaa masaajid gudihiisa lagu tukado laakiin inta badan meel ciidaha iyo musallaha janaasada iyo jirjiri halkaa meel agteed ahaa dhagax lagu diray qaala faraaytu waxaan arkay buuree cabdullahi ibn cumar saaxiibaha naagtaasi saaxiibkeedii dhagaxa lagu dilay oo yajinahu isku tuuraya calayhaa korkeeda oo yaqiyaha ka ilaalinaya alxijaarata dhagax isagoo dhagax lagu dilay weli jaceylkii baa ku jira weli jaceylkii iyo maxabadii gabadha uu qabay baa weli qalbigiisa ku jira dhagaxi ku soo dhicilaa saa isku dhigaya washaahid waxaa wey aayaddaas iyo sababta kusoo degtay baabu qowluhu tacaala kayfa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ilaahi wuxuu leeyahy waxaad tihiin khayra umma ummad ta ugu khayr badan ukhrijad la soo saaray linnaas dadka loo soo saaray ummado badan baa dhaga horreeyey antum mutimuun wa fi riwaaya tuufuun antum muufuun sabciina ummatan antum khayruha wa afdaluha cinda allahi ummado toddobaatan ummadood yaa toddobaatan ku tihiin lixdan iyo sagaal ummad baa dhaga horreysay lixdan iyo sagaal ummadood ummadii toddobaataanaad baa tihiin idinkaa ugu khayr badan buu yihi nabiga sal allahu alayh wasalam aayadduna waatan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas khayriyadaasna waa la sii celiyey waxbaa lagu xiray taamuruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkari watu'minuuna billah ayaa la yidhi inaad tihiin asxaab addacwa inaad dacwada u taagan tihiin wadiifatu lambiyaa nabiga unbaa qoomkiisa dhexor ordi jiray laakiin ummaddeena nabiga calayhi salaam saxaabadiisii taabiciintii wixii ka dambeeyey alculamaa warathatu lambiyaa halkaasay ka soconaysa weligeedba xadadana muxamed ibnu yuusuf alfiryaabi can sufyaan ibnu athawi sufyaan ibnu saciid lmasruq can maysara maysarat ibnu cumaar maysarat ibnu camaar can abi xaazim alashjaci maysaruna waa ashjaci isaguna abi xaazim salmaan alashjaci iyo maysarata ibnu camaar alashjaci can abi hurayrata dawsi radia allahu canhu qaal fii qawlihi tacaala kuntum khayra ummatin ummad kuwa ugu khayr badan baa tihiin ukhrijad la soo saaray linnaas dadka loo soo saaray ama linnaasi baa ukhayr u tihiin qaala khayru nnaasi linnaasi dadka kuwa ugu khayr badan oo ugu nafci badan linnaasi dadka anfacu nnaasi linnaasi bay ka dhigantay dadka kuwa ugu khayr badan ee dadka u khayr badan waa idinka oo taatuuna bihim waxaad keenaysaan dad fi salaasili xarka ku xirxidhan fii canaaqihim luquntana xari kaga xidhan xataa yadkhuluu fi lislaam ilaa islaam ka soo galaan khayru nnaasi linnaasi waxaad ku tihiin dad baad taas waaka qabataan jihaadka markuu dhaco oo aad xarka kusoo xidhaan ood keentaan iyo markii muddo joogaan islaamkan ay arkaan wanaaggiisii iyo dawaaciyatan ayagoo raalli ah iyo wada islaamayaan dadkaas oo islaamay idinkaa sabab u ahaa oo soo qaqabtay marka khayru naasi linnaas baa tihiin ama anfacu naasi linnaas baabuna id hama aaifataani minkum man tafshala ilaahay aayaddaas uu yidhi id hama aaifataan markii laba kooxood id hamat markii ay hamisay aaifataani laba kooxood baa waxay hamiyeeni dooneen oo minkum idinka kamida ansaar bay ahayeen an tafshala inay biiqaan inay cararaan xadadanaa caliy bin cabdillahi xadadanaa sufyaan waa qaswatu uxud wey qaala camar bnu dinaar samictu jaabir bin cabdillahi baa maqlay radia allahu canhuma yaquulu leh fiinaa annagay nazalad ugu soo degtay id hama aaifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma aayaddaa annagay nagu soo degtay laba kooxood oo idinka kamida markay carareen ama ay ku sigtay inay cararaan ilaahay baase weligoodii ah aayaddu marka dhinacna xoogow dad bay sheegtay fulinnimo ay gashay dhinacna ammaan weyn baa la socota wallahi waliyuhumaa haddii la isgarab geliyo marka dhaliishaa la dhaleelay iyo ammaantaas iyo qiimaha weyn ee lagu khatimay waxaa xoog badan wallahi waliyuhumaa saas darteed buu wuxuu leeyahay anas bin jaabir bin cabdillah naxnu aaifataan labada kooxa waa annaga banu xaaritha wa banu salima reer ansaareed bay ahaayeen wamaa nuxibu mana jeclin buu leh waqaala sufyaan maratan wamaa yasurunii ima farxgelinin oo kuma farxeen annahaa aayaddaasi lam tanzil inaynay soo degteen oo annaga fashilka anaga kumaana farxeen liqowlillaahi baan u xilanaynaa oo u dhimanaynaa wallahu waliyuhumaa ilaahay baa weligoodii ah ilaahay baa wuxuu sheegay labada qoys inuu weligoodii yahay oo ilaahay uu naasir u yahay oo gargaaro u yahay marka ilaahay subxaanahu watacaala gaalada waa ka beri muuminiintana weli buu u yahay inaan muuminiin nahay oo ilaahay weli uu noo yahay gargaar iyo naasir uu noo yahay annagana dad mutaysta oo awliya aan nahay ayay aayadda noo qirtay marka waxaas kale ilduufka inagu dhacay iyo xoogo cabsidaasina noo sheegay tanaan kaga qabaysanayna wey wallahi waliyuhuma baana dhaqaysa
وهذا قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. نبي محمد أمورت هذا وحبك مريد تدبيرته يا مملكة كونك إلهي بأسكاله هداية توفيقنا كأنت إلهي بكجرته قفك الربي إلهي تودك أخبري قفك الربو هنون قفك عليها تشعلاته هنون تشعلك تشعلاته كوية المعية وحاجر قبر هرويي ومكتوبها مشي إلهي بأجرته إلهي إلهي بأجرته تدبير يا مامل إلهي أمامنا كونك أجرة أنت أساك وأذيك مبلغ رسول رسالة برسيات هاي هداية وهداية الدينار يا جارسين ساك أوبالي ليس لك من الأمر شيء. هدينا محمد اللي يريد تدبيرته يا مامك عكم ليت كورن هدو قفير هذا وحاجر تأقباب يا أوتاد يا أنجاب يا نقراء كونك مامورة يسوس درت هاجن وتدبيرته مامك مامورة يجير تكور هدويرة. نبي محمد بقى ليس لك من الأمر شيء. أدونك مامك يزوج بعدي عكم ليت يا آخر يا مامك كاسي وعكم ليت بري. إذا هو مامورة سبحانه وتعالى. مركعين وقفير على أنا كونك مامورة يا وقفل تبع نفط قصو عين كرايا كوبان كبا تشين كرايا ملاك تام فيه كرا. وكان كما مامور ومال فوق بان فديا ومورا هضنا اني حاجه هي كزو فرايان شركيات كواوين اجي لو سو غبنين يا كميت والعياذ بالله. حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن مبارك المروزي قال اخبرنا محمد بن الراشد العنزوري قال حدثني سالم عن ابيه عبد الله بن عمر العلوي انه سمع الرسول الله نبي عليه السلام بمغلي وله نبي عليه السلام بمغلي اذا رفع الراس امركم مدحيس كرو قال من الركوع في الركعه الاخيره فعبد ود ما يسمركم سمع الله لمن حمد من الفجر ويراده يقول وحديث اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول مكو يراده كذب سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويراده يلعنت يا هبر بلا بجري قنوت وي قنوت النازله وي نبقى صحابي سلاي اي قزو موت لا صحابي لا يكون قراء لا يكون صحابريا فانزل الله يا وسيد جي ليس لك من الامر شيء امرك هذا حكمه الى قول فيهم ظالمون أو توب على العظيم فإنهم ظالمون إلى يموت كل ربا سيا توب كتب الأقبال كل ربا سيا عذابي أموره سقدر كيزا يوكون كيزا وسوكم أموره سيا وتعالى سبحانه مركا كون هذا كون وجيه قار كمله وبإسلام دون إسلامنا هو قرآن إسلامنا هو قرآن رواه إسحاق بن الراشد عن الزوري قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزوري قال حدثنا مشاب الزوري عن سعيد ابن مسيب ابن حزم وابي سلمة ابن عبد الرحمن الزهري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدعو هذو دمعينه هبار على حد قال قف انه هبار او يدعو لاحد قف ودعوه قالت وقنودي جري بعد الركوع الركوع لا غلاشه فربما قال وحدي جري ابقى اذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد مركو يراد كذب دعائي واتى وحدي جري اللهم انجل وليد بن وليد وليد بن وليد خالد بن وليد ولليهم خالد بن وليد يا ولاليه مسلم بوها مصلعفة وقال لها يستن وسلمة بن هشام ابو جهل بن ولاليه عمر بن هشام وعياش بن ابي الربيعة اصير مخزوم ويانا كوها سؤال هذا الشيء صدح لبواء اسلامين ولما عياش بن عياش بن الربيعة انتو يجروا الارض الحبشة هذي ابو جهل بها السري ويجروا وحبلوا ويانا ما هي صورنا قوم مركزوا حرك كل التالي فيه يمكوا صور مغير ما بدأ ورك ادعينا يا الاله ونمكا صافكي اللهم اشتد الى واتكي وابعتك استاقض على مدرة لمنك قال كفارت ريم بر إيه بعتذر من وهاي قريشي وحقسي كري قال لا يلا أنا إلى بط قات كي قات كي وشذو قات كي وضعتك استاج على قارت هذا على مدر قات كي وجعلها ريم مدر وحاب يشاء وكسي ديسا سنين سنة أبارة وكسنين يوسف يوسف سنة أبارةها هاي وقت يسبع هاي يا سجنا جرجال كي يبوش أول نقطي قالوا دون أسجنا يكسر حامن كدبنا إلى يوسف موجي ولا جيسي تاسو كلامه أنا نقصه موجي أو أنت قالوا أبار كسي ديسو أيوة أبار أيوة على علي أمام هذا كسرين يوسف سبع سنين دوي دابر تضاد سبع سنين دابر توي يجهر بذلك مركز النبي يجهر يا قرب أقال أقال يا مركز وكان يقول في بعض صلاتي صلاتي زقار كان في صلاة الفجر ولا صلاة الصبح صلاة الصبح مرك قارو حديثي اللهم لعن فلانا وفلانا هبل يا هبل ليحيى من العربي قبيلة الرياع عربيضة حكم من الرعلي ذكوان عصية أي ما قاعد بيجري حتى أنزل الله ولا إله كذا تجي ليس لك من الأمر شيء أمر كذا وحكم مريه أمور تاسي يا توبت كين يا إسلامي ربي بيوب دعوة ذات الجارسية وانا قوت وإذا كسوى جهانا لابد قال أنا اسكعلي ما هرار ما لا رفع ديو سيادة مسلمين تران تكسو هرار وكاري قروط أم بالله ولا أم يا هرار طلبك للقديم ما هي مرقى فعل بال الربا بار قوله تعالى والرسول يدعوكم في أخاكم ها تسعدون ولا ترون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم مركي أدبورته
ضرب على كل عذاب إذن كان جلال سوف يرين والرسول الرسول كل يدعوكم في أخراكم جلال إن جل واقعي أولي يا عباد الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما كبر مبايو قد عاوي أحد أنت جلال لو غير ماضي إسخلاف نحي قال هذا جلال كتب الخالد بن الوليد فردوني سأي تشيلين مسلمين تأمل حزلاء قالين يوم يزدلين وسلع نحي سلالين مركز نبي عليه السلام يقول أنت جار بحينا يبورت من أم رحلين ونبي أولا واقعي إذن كان عديد يسين وهو تعنيف آخركم أخراكم تاسوا عليه وتأنيف آخركم آخركم تاسوا ملكرة أخراكم نوا تثنيوي أما تأنيث وي تأنيث عفوا تأنيث ويان مؤنث وقال ابن عباس وحيري إحدى الحسنيين لفظ ياسو كهذا يا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين وحكرا من يسو ويسان أو كاهين لابد وناك سن ميت كاملة إن أنا هلون لابد بعنا وبعد نسويسن إن أنا نشيل شهيد ما قلنا إن أنا قاعد كامو مصر يجوشي أنا لو ورجنو آيداس مركا آيداس هو سورة ده سورة التوبة صوما سورة ده كذي رنا تايه سورة آل عمران مناسبة كده هاي سورة وحوي آيداس هو حكاه ليس قزوة أحد بكاليسا والرسول يدعوكم في أخراكمنا أحد بكاليسا اسكم مال بكاه الله يان فتحا إحدى الحسنيين كي بكون فصلايا محي الورا وانا سميت كميلة هني فتحا انا فرنه وانا اتكامنا نقول هلو او مسا شهاد انا شهيدنا انا مقبع عن جمك اروق الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير زهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا ابو اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني قال سمعت البراء بن عازم رضي الله عنه ما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحويا لي على الرجالة الرجالة بدكي أفن طريقها نقليدها أيضا تكون ذلقتها يوم أحد المعلمين تأحد وملح وقبل عبد الله بن جبير كنت بصام مري ورب رجالة كلامة والرمات كنت من أو أن فردية حبا كنت أعلم إنه نقليها أو أفن طريقها حقا ما تشيشك يتوقت أدل غانا أي نبي مري عليه السلام بور يرى هذا جبل الرمات لابحي يبور تأحد كسر قوان وحقا مسجد نبي صحيحة بين عاص بورتاس ودينا كركا كسارة وحيدي لكها فردية إذا معسكر كركا كوها هذا وعملي إلى لسان بين عن بورت وولي وحبا كتا الله وحصوفا ننكر مالي حقا أن المسلمين تيجي سحاولي باجوكتا قالوا بين عاصي كيما ذين شمال شرقي وكالي بين عقلالنا كيما ذان ما كبقى إنا كوا فردها واتيه نقايا إلى ريالي وحي صوبة وهذا شيشة وتوكتا مالكا كوا يقا هذاك السيدة يهلين ومنكا سحابي يقينها بدا مدح لو قد يقاي مسلمين تمرك وراءه جوش بهيرن صلاة دوين مرن قال لي قالك إيه مركز قنيمة ذي الأرورين لقب الله ولا ركعي من كان بورتي سارم أو بدامين أي ملف وحكار كان وإذا مسلمين تقول إيشتين وقال لي كلا عربين كم هذا كعربين مركز وحي رأي ما حسوينا وحن جو نقول يا مصر وان هلاي مصر يلا هل عند الحسنيين أم قنيمة كقرب قارم ورجع رجع الله في جنة إسرائيل عبد الله بن جبير وحي الوكيل النبي عليه السلام يا هالمانتين وكان النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأدب بنو كيري وعن احتمال بجري كريم وعيري حداد عن جوري سنه عن جوش عن هلا إيه هذين أنا قاعد كارو قرقت أنا وشمرت أنا عنا يسوع ما إيش عينك صعب فينا وهذا الأدب سمرت ما كان سوى حير هذا ورجوش اللي هني عن كتغنا وركداي عبد الله بن جبير والله هذا طبعا ما كسر هذا أفرض إن كارو يسكت صدرين خالد بن الوليد ما كان إسلامين وقارب الكفار قريش كميرة oo fardiisa asaga akreem baa bijahaliyo hadba soo horinayay yaa wuxuu arkay ciidankii oo diday wax yar oo macna lahayn ku soo hadhay wa soo weeraray aqtu mariyay kuwa si dibad oo ka daba tagay xagaa waa isku dhacay marka wa aqbaru munhazimin ayaa jabay bi soo gadoobeen saxaabadi kuwa hore kuwa dambe isku dhacay adiga waa islaahay fadaaka waqtigaasi idoo duuhum ar-rasuul wana ku rasuulku u yeeray fi ukhra marka gabadha uu yeeray nabi kaleey salaam qaar madina isku shubay قال كل كلام الله يه كلا عرب بعد عين النبي عليه السلام مركز صوت معين عيد كتبوا يبيه واسكوا عروريه أو إذا هذاني قائد كوجامي وايكب سكوا ماذا ما كدهن ودبوا وهبيه ولم يبقى مع النبي يكون صاحب عليه السلام غير 12 رجلا لم يتمن بس كصاحب بابه وعجوز أبسيني هاي أمانة النعاسة ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة النعاسة غم البهار درم بعد عيون غم كسر مرد درم بعد عيون شبك دعي لما شد دعي نبي محمد بالدين وصايا عليه الصلاة والسلام مركل عفوشي
مركز إلهي سبحانه وتعالى نصره وحوزه تشيء ولمو ولمو كله إذا أنت جبتي صحابة هاد أبسط الله قريبا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي أن قتادة قال حدثنا أنس أن رضاحة قال غشينا وحانا الدبوري غشينا وحانا الدبوري أم نعاسو ولما ندبر شيء ونحن في مصافنا صفك أنا وكجر صفك دلالك يوم يحب ما نده يحب ما نقول ما لماها أنا وكورتا أغن حدنا إلهي وحبسيني كقاري أنا وكقبتي ولما بكنا عدي وعلامة النصر قوش علامة ذلك قال فجعل سيفي سيفتي وحبودك شيء ولا يسقط ونبع يا سيفكي من يدي قعنت إلى وأخذه وأن قادر ويسقط ونبع وأخذه سيفتي بأقاد عيسى لما درتين حدنا مكسا قادر أنا وما أركا يهفن أيها الرسول وان كرام باب قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول لبعض ما أصابهم القرح الذين استجابوا لله والرسول كل إله الرسول كأجيبي من بعد ما أصابهم القرح أنتوا ضاوع ضرائع أعضوا السيبي كذب للذين أحسنوا منهم وتقوى جن عظيم أيضا أحبه كذب بكتي مركي المسلمين تعي دبات الدران كل عضو تدبات اللي قد لي قال لنا أي مركي دم إسكت تقين يسورون وإذين المجالب القلام أي ميل اللي يراد حمراء وأسد اللي يراده مركي مرة يوم بيقاري تورتين أو دورياي نمان كأسانا وأقل لأي أقل كأن داذيني من نقوى نصف عن غفر حال النكات كان من تغينا أنكم نقوم وركب أن نبدأ الله الشيء عليه الصلاة والسلام مركي أساس حابادي أو إنتي مواليد ناوع يكون إجران وضعوا حسين وضعوا يوح مارتي نبر قاري يوح رفاصا أيو حجر كدب وطاق منك ديارة حتى لو وكاس الله بحيدا لما خصبين إنتي ديارها بحبالي أيضا سبحانك وكهب الله وحديث نمون الشيء المصنف رحمه الله لكن وحن كتاب المغازي كسوق هذا عائشة وكله عروة لما ذلك كل شيء أباها هو أبو بكر يا أباها هو الزبير منهم كواسي كمدها هين زبير يا أبو بكر كواسي كمدها هين وكوا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما مصابوا من قرح كوا أجيلي كذب التقي مركع سيدنا كذب التقي أبو سفيان وحالله شيء عيدا بابا صوص عدن ما قال له روح شبين وهو صوص عدن بابا ما قال سيد الحبيب هين وين سنة ضمبة إنتي دين بعرين وعرين سنة ضمبة ناتا إنتي دين القرح الجراح لا وعلي هذا استجابوا أجابوا استجابوا بمعنى أجابوا بلجنة عباد سنتا يتابع سيد طلب بكير يسي استجابوا أجابوا يا رب يستجيبوا آيات كرويان ويستجيبوا الذين آمنوا سورة الشورى يبقى مناسبة استشهاد بأسكي سيد يستجيب ذاس أي يجيب أجيب إذا وكا أجيب يوي وكا أقبل يوي يستجيبوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات باب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم كوا بها يدك إن الناس قد جمعوا لكم وينيس وكلمين ودمانك كفار قريشها روال علم بالربان وماشا حمر الأسد بيني تريهين مركا كوا السلاء يريدان إذن كان اعتراضين حسبنا الله ونعم الوكيل حدثنا أحمد بن يونس نوراه قال حدثنا أبو بكر عن أبو حصين بفتح الحاي شاد ويامك أبو حصين عثمان بن قاسم بن رمل عيسنا عن ابي الضحى مسلم بن الصبيح عن ابن عباس عبد الله بن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة لاسي قالها وحير ابراهيم عليه السلام نبي ابراهيم باجري حين ألقي مركي الوطوري في النار الدبك الوطوري وقالها محمد بن محمد نوايري حسبنا الله حسبي الله ونعم الوكيل حين قالوا مكي بهن إن الناس بطي قد جمعوا لكم وينيسوا كل مينو وينسوا الربان فخشوهم كبقى فزادهم إيمانا وإيمان ببوزي زيادة وقالوا وحيبين حسبنا الله إلهي بأن نوفل ونعم الوكيل مثل تلصارتنا إلهي بأن نعم بلان سبحانه وتعالى خليلي الرحمن لا بضبا خليلي الرحمن بلدها إبراهيم هو خليل الرحمن نبي محمد هو خليل الرحمن لا بضبا إسكو إيري بإسكو وافقين حسبنا الله ونعم الوكيل إبراهيم وحالة يمركي بدل الوتورة يبعون جيدا نارته أو لصارى ولا ترى جبريل بأويبت ملك الجبريل ما كان سوى حويري هل لك لي حاجة إبراهيم حالك ورسمه كسوه أنت وحك هالما أو إفرا يسمي جرتها وحاجة هو قبل مجرتها ما كان سوى حويري أما أنت فلا وأما إلى الله فنعم أبي هو حاجة كان يا مالي لك إلهي بان حاجة كان يا هايون كالربائي وإكالمية حسبي الله ونعم الوكيل هو الذي أنت كسي جريب أمر بالبعيي كوني بردا باليري كوني بردا وسلام على إبراهيم نارتي أيها الأخوة قبل النقوة أو حيير من إبراهيم عليه السلام حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عثمان بن القاسم عن أبي الضحى مسلم عن أبي ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم إبراهيم أرى يكون هذا الحين ألقي في النار مركي نارت لغوت توري
هذا الكوكو هذا وجود بي حسبي الله ونعم الوكيل فكان حسيبه الله إلهي ما كف الله أليس الله بكاف عبده وأكف الله إلهي سبحانه وتعالى أكف الله. باب قوله تعالى ولا يحسب أن الذين يبخلون بما أعطاهم الله من فضله يرون لهم كوا بخيرا إياه وإلهي يسيء ماله وقعنت وسوقر يا علان الله سيئة وسكره كوا كوا بخيري هو خير الله من خير أتى بخل راسي يرون لهم بل هو شر الله شر بأوتها وسيدوغ ونما بخلوا به يوم القيامة وحاول بخيرين بقى لقنت الله أمور يجين دونه لقنت الله ودو بدونه سوى مسأة حولها بخيرين أو مسأة لقنت الله ودو بدونه كقولي كبير انتهي سيدوغون دوقته وحان كدو بي بطوق قران قربا كدو بي قران قربا لقنت الله ودو بي دوقه وحا لقنت الله قشرة سيدة كوش وكرا مركا مسبا ساسو قلنت سكوور يجيو يو أفكا كريا انتو ساسو تاغو يو لمدا قلقو بغايا وكا حديث كذي تفسير كذي حدثني عبد الله بن منير سمع أبا نظر بن مغلي أبا نظر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا قف الله حول السياه فلم يؤدي أكبح من زكاته الزكاة الأولها إي حولها طهير لها إي نفتي سدنبي كطهير لها أم بحي من مثل له مال كيسي وحاله الصورين ولا قد به مال وحوريسي شجاعا مس أقرع مس هيله تميه كبوبين سنت كواسن كريا يتميه ملح كبوبين لو زبيبتان لام عين ولاهي يدوقه مكاسوس كدوا يوم القيامة أنت قيام يدوقه ودوا يوم القيامة قد درس كدوا يأخذ مكاسوس وكدا لا يبني هزمتيه لا بقل يعني بشدقيه لا بقل قل كري قل كري يساوي دوايا يقول مكاسوس الله أنه هو أنا مالك حوله هذا مصر قد أنا هاي أنا بنفسي أويان حوله وشعراء قلبي كذا جرا لو كروا مساكين تقصي يا لو عذاب يا أنا كنزك واحد بكاريسي إبنال بيسي المساكين تكقريسي يا نهاية سكي علمي ثم ترى هذه الآية ولا يحسب أن الذين يبخلون بما أعطاهم الله من فضله إن خير أطاي إن أم علينا حراء بغطوه زكا كبعوه إذي هم علينا إن خير أطاي هذه أباركوا بعام إيا هذه الماليين أدام بيقفك السوية إلى آخر الآية. بعد قوله تعالى ولا تصبحون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وحد مغلي دون تان كوة الكتاب كا نقول الرئيية كوة مشركين تيسيدة كفار قريش ألم بعد كم مغلي أفحمي هذا الحنة وإيرا الحنة كثيرا فرب لم بعد كم مغلي سان هذا إسكاع في سان وإسكاع سبرتان بأزم الأمور أهو أرنتا يكون في حدثنا أبو اليمان الحكم بن النافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الدينار عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار نبي قال الحوف هو دمير متواضع بها نبي عليه السلام دمير كيو على وجه جديد وهلا واستعمار جديد دمير بدوش كفر يست على قذيفة سجايات صارا فدكيه لنسبي فدك أمين بعيد مرة يرى سجاية وصارا وأردف أسامة بن زيد أسامة بن زيد وجعلا نكى جعلا وزيد هبا بلي موليه سا قال بك صار وراء وجلاش يسا وصفورين هل دمير على وقف وين وصفور كرر هدو بكرايا هدو كرايا دمير كه قال إيه هو بباطا ملا إلهي وموت على قلنا عن جديد سنه لتركبوها وزينة يعود ونبي بوقنا يا سعد بن عبادة ينكي سعاب هاي ري خزرج وليك اوها بقر كودي في بر الحارث بن خزر الحافظة سوكوحا نسيا هاي قبل وقعة بدر ديالك بدر انتو ربعين كهر انتو ربعين ديالك بدر وبدكو قالي مسلم مويانا موافق بوزنجرين ايه هيد مسلمين تي مدينة اسلامتين وين موقتين وحيك لنا قال لماذا هو يبقى ظاهر سنة ايام هديهين عربتي رير مدينة ايه هديهين يهودي حتى مر بمجلس نبي حسام رضي الله فبيه فيه عبد الله بن أبي بن الصلال عبد الله بن أبي بن الصلال كان عند عمر ولا شيء ومرك لكن قال لماذا موجسنا يا ولي المنافق مقنن أي كمل ذلك ما شاف فبيه وذلك قبل أن يسلم أنتم المسلم من عبد الله بن أبي أنتم إسلام ماذا مسلم ولي يمر مقنن أنتم موجسنا بلا وضع مرك قال لماذا يسول جهري كذبوا إسلام لماذا ظاهر سوي منافق لماذا يا على ودنا وقر سوي فإذا في المجلس مجلس كاس النبي وكبة حي وحافظ يا أخلاق بذ اسكت درسن أو كلام نوع نوع من المسلمين كملا والمشركين قال ذي غير مدينة عبرت الأوثان سنة كعابد الجرتي أوس خزرج واليهود كون يهود هاي الكتاب كها والمسلمين أنت وكوين وفي المجلس مجلس كوا حاكملا صحابة القيمة بما يفرد ذي عبد الله بن الرواحة كملا شاعر كنبي فلما غشية المجلس ولما غشية المجلس غشية الدابة غشية المجلس مجلس كي مركي دابة شيء عجاجة الدابة دابة دي نبي أوسار را دمرت نبي أوسار را
فرادوا هي سيجدوا هذه مكي مجلس كا اللي هو سعطاي وحيوان سعورا وقاب له فرانا يا سيجدوا هذه مكي مجلس كي ماشي فني أي كير بدعي أي شيء قاعد أو دنا شيء خمر عبد الله وحوين بس يهان بمرس على محاكاس وقاري خمر عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي وحود دنا شيء أنفه وسن جيزة بريداء دويس وسن بزاو صارت ثم قال ما كاسو حير لا تغبروا علينا هم بارينا ما بقاس أيوة على وضعها فسلم الرسول الله دان كمجر النبي واصل مع عليهم كركوضة قال يا مسلمين ما يعرف هذا دارته السلام عليكم عبيك أرتا مسلمين تيجي ده ثم وقف ودل استاذ فنزل فرصة ويان دعوة النبي عليه السلام واصل دري طب مال الرسول ورفع ديه وإلى أسوى كل ميب واركي إنه دعوة أشياء دارسية فرصة بوطاي من قد داعيها مر والبابا فرصة وهيرا إنه كفى رسالة ربا حتى حبس دوق قالوا نبي الله يوسف حبس كبعديس ودعوة كفى في الجري وكذلك الصالحين لكن وانا سلاقينا بدنا ثم وقف مكاسو يستاهل فنزل مكاسو كدل الدمار كنبقة فدعاهم إلى الله إله بأوبيا لك والإله الرمية وتوحيد كساقات أو إسلام وقرأ عليهم القرآن قرآن كيبو نبو كدو الأخرية ووحل اسكوه أبي وحا وقم بدنا فقال عبد الله بن أبي بن سرر وحجر أيها المرء قفيه آه يا رسول الله مجرد حتى يا محمد ومقوله أيها المرء والروح له إنه الله أحسن وقفي عن مره مما تقول وحا الليلة وورثي عن إن كان حقا هذا حقي حق ما رجنا فلا تودينا بها نودي من سه في مجالسنا ما لها فدينا ماشان خيارته فدينا ورب ناصع الشكاء ناصع عطا من قحامة الشكاء أنا هنلا علمين هنلا علمين وهنلا قصد حاجة يعني ارجع إلى رحلك ماشان بدجن المدارك بدجن كل هذا فمن جاءك قلت ماشان كوي ما لا فقصوص على وقص قصو أنا ما لها مجالس خيارته فدينا نودي من هذا الكحوم بكو هذا فقال عبد الله من الرواحة أصحابي ناس وكل جلوس حجوا وحيري بلا يا رسول الله إنا نوع ما نسكبها فنوع نوع فغشنا أغشنا ما دبال به وعدك بيدينك في مجالسنا ماشا أنفر النبي على الله أو فغشنا فغشنا به في مجالسنا ماشا أنفر أن مجالسنا ما هو نوع أو حنوشك أو صعر نوع نوع وحسارب فإنا نحب حب ذلك أنا لا أتشعره أنا لا أتشعره قرآن وكسو أيه قرآن وحي أنا أقرأين تدبر قرآن كقفك مؤمنك سابينت وكل يقال وكرفقهم فإنا نحب ذلك أنا قرآن كتشعره فاستب المسلمون والمشركون على صفر في مكة مسلمين تي مشركين تي واليهود يهود بس عاي لا يصف بعض الله مغلي حتى كادوا حيث يوم يتفاورون يتفاورون أن يسكون بودان يسكون بحامة أو يسكون عن قارة كسكتين فلم يزل النبي دعا المكة لما أمر ما قال لما بدينين دعا كده عن النبي ما قال عليه الصلاة والسلام أرنت رواء عصبتاي فلم يزل النبي نبي كمزور يخفضهم إن أمسينا وحتى سكنوا إليك حسنان هاسود إلى هذا الكورجور ورجور أرنت هاسود إلى إليك أمسين ثم ركب النبي نبي قال سكتني بابته دمار كيسه فوري فصار واسع حتى دخل على سعد بن عبادة منك واسع لأنه بوعده وسعد بن عبادة أبو النبي قلت لي سعد بن عبادة هو سيد الخزرج منك النبي في حنانة يا عبد الله بن أبي أولي وذي هو سعد فقال له النبي نبي وكير عليه السلام يا سعد ألم تسمع مياذا ما قال أبو حباب أبو حباب يريد عبد الله بن أبي عبد الله قال به يا أبو حباب ابن أبي بن الصلاة المنافقة قال كذا وكذا وحا سمانت نبيري أفهم الله ساكرا كلامي قال سعد بن عبادة وحير يا رسول الله ارفع عنه اسكعفي واسفع عنه كنجي اسكرا باف فوالذي أنزل عليك الكتابة أليه كتاب قرآن كوسا دجي النبي حق كوسا ساري أيا كبا ارتين لقد جاء الله إلهي وحوكيني بالحق حق إلهي وحوكيني الذي حق انزل عليك الوجود دجي قرآن كان إذا وحيدا إلهي وحوكيني ورحال لقد اصطرح أي شيء أهل هذه البحيرة مغاربة تصغير بحر بحر كرمانت المجالة اللي رجيها بدي معها مدينة بد من مرتبة ومن منبرة بحر بحيرة وحال إلى هذا مغاربين كبحر إلى هذا هذا قارب عن كتاب الزكاة يقصى مرين نكي أما بعض الأبواب قصى مرين نكي بيه ترين هجرانا ربا إما شأنها هل شديد فعمل من وراء البحار وكذي حوالها هذا الزكاة كم بحيرة مغاربين كقارب كذي ملاس بديها سكرها مركا وحلوها سعد عيري مجالا دتك الدجال وشيس كقاطئ وشيء على أن يتوجوه إلى تاج أحرام أو فيعسبونه بالعصابة وما مضي من إحنا ما رحينا أرد دولار عبد الله بن أبي أو دقة بكتان أوصي خزر أورس كدري أيها الرب وشيس كازجاري أيها الحق سواصاري أيها كسب إياي إلهي وبدك خير كبر مسيي مجالا عن نوتيت فلما أتأب الله وكوناه ديدي ذلك الدوب كل الدوب لها بالحق حق ما كوناه كعلي وكديدي الذي حق أعطاك الله وناه أيها كسيي يشارق اللمر جدي بذلك حق أسول اللمر جدي
حقنا ولا مرجلي وحقوها هذا الجريء وحقوها الله يلا ما جرناي هذا الله أنا وحقوها الله يا رينتو كماها ماركنا منك كبار سنياي ماركنا وكالب دارا وشباحا يا وحي من إحنا نرى هاي الناس وريبه ومك على ذا تيمت وأمضي وضم وجانك وقبتي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك فعل ساسو لسا مينا يبيه ما رأيت وحضرك إيا هذلك نوكوها اللايو وحراربوي وحكوها اللايو وحكرا مينا ماذا يوجه ماذا الله يسكعفي به فعفى عن رسول الله وعفي رسولك عليه الصلاة والسلام من ملع عبد الملك بدوي إنه النبي عليه السلام قد تحسيقاته وحكرا وكدرا آم اسكاسا مكلا وأتكاري وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحيا أن يحفون عن المشركين قال الله يسكعفي الجن وآل الكتاب كما أمرهم الله سيد الله وأمره ويصبرون على الأذى يبكر وكسب مجرم قال الله تعالى ولا تصلحون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا كوا يهود أيه نصارى أيه مشركين تبع ببرم بعد كلام كل مية اسكسام حالي وقال ود كثير من أهل الكتاب إن بدنوا أهل الكتاب كمل وعجلين لو يردونكم إن يعليان من بعد إيمانكم إيمانكين مسلمين أي مؤمنين نقتير كذب كفارا قالوا حسب حاسبين ما درت من عند أنفسهم نفط ولا حقي سأي نحس تيان أيوة أجمع حكوا تلنتين حقا يجمل يني جدين إلى آخر الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو عفو النبي وقع من فلجر ما أمره الله به وقع من فلجر عفو يسامح إذا ودرت سامح أيوة وهو نبي تأويشنا أو تفسير سنا أيوة وقع من فلجر ما آيه نصوص تيو أمره الله به إلهي ونبي أمري حتى آذن الله فيهم إلى إلهي إلى إعلامي نبي يا صحابة إن إسكعليان ودين الذين يقاتلون بأمهم ظلموا أيالي اسكعرية فلما غزا رسول الله نبي عليه الصلاة والسلام مركو دوري بدرا بيارك بدر مركو كدوري وبدر أوعد كاري فقتل الله به سناديد كفار قريش قالوا قريش وويناء تضبعات هل ميلا ولا نغي وضيقوا ابن جهل وكمية ملعونكها تضبعات عيوان ممول صوق قرتي قال أبي بن الصلال أبي بن الصلال ومن ينجوه من أنك رأي قريشات بالحاقية أفر حبوا سوا وكميدا وقال ما موجزنا يا هين قد كيسي بيا وقرن مركز وحجر ومن ما أوسك يدتك الرحصراء من المشركين قال لها وعبرت الأوثان كل سنة كعابدها وحيبهم هذا أمر قد توجه الرنع صبا نسوء أدوه نسوقع بشيء ونسوء جيتتي وغرطان هذه كفار قال لها يقول شيء نقاط كاري إنك قال لما دان موجزا وانا ما قلني فبايعوا الرسول نبي عليه السلام لم بايعوا على السلام كل ما يعوا فاسلم هو إسلامي مكاسيد هين وان إسلامي كعنتي سارين هشيس بان قاومي مسلمين بان نهي افكا باركيسي المقاطة كوري كي اسلامين خوص بي مكا تاتيكي بي بدلين قال لما دي مرافق نمد خوص بي كوطار لكن ظاهر كوري مسلم بان نهي مسادد ايمانا يان ذاكي كقب قلا يان باب قوله تعالى لا تحسب ان الذين يفرحون بما اتوا هاون بالعينين كوا كفر حائية وحا اي الله ايمانين مسكا جو جنة يا وحير بابا كهاري أنت أكبرنا هذه وقت جالس كده يرانا الكاس كجوا والله أعلم بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.